كده لما محمد السادس محمد الخامس لا يرحمه طلب الله كيفاش الحياة ديالكم بلا ضو هنايا قربونا شوية الحياة ديالكم كيفاش كتعيشوها بلا ضو مادام بحال دابا كتحتاجوا الماء كتحتاجوا بزاف د الحوايج كيفاش دابا الثلاجة ما عندكمش الثلاجة ما خداماش وفين كديروا الماكلة مثلا بحال الدواء ها كتهبطوا في البير الماكلة كتهبطوا في البير زعما باش تبقى شوية باردة هي والله هذا العائله تهرس بالنسبه لك عندي الكهرباء شنو دابا المطالب ديالك انت؟ شكرا يلا اييه فاش كتقرا؟ فاش كتقرا؟ في الثاني كتقرا؟ الثالث مزيان شنو المطالب ديالك اختي؟ علاش جيتي لينا الوقفة؟ خرجتو شي تمارين شوف صافي شكرا يا شو المشكلة اللي عندكم مرسي؟ عام وثلاث شهور انتم بلا ضو؟ لا ايه لأن ما بقيناش لأن السماء حتى واحد ما بقى يدرس دابا بالسماء السماء وسيلة دابا ماشي قديمة كتجدودنا المستوى ديالكم تراجع شي شوية في القراية دابا يعني ما كتطلعوا كم شحال هذه المدرسة عندكم فيها الضوء اللي كتقراو فيها؟ اه في كل مركز ولكن باش تجيو للدار ما كاينش الضوء. لا ما كاينش الضوء. الكتب اللي كنديروها بالسما كنخرجوا التمارين بالسما كيتقطعوا لنا يتحقوا لنا المهم بزاف ودابا إلا ما كنضربوا من المقام السادس مالكنا يرجع لنا الضوء إلا ما جابولناش إلا ما جابولناش غنضطروا نطلعوا حتى العامل الإخوي يمشي في شاون وكنطلبوا حتى من العامل دعم الإخوي يمشي في شاون يرجع لنا الضوء شكرا بزاف نهار السوق نهار السوق شنو؟ السوق ديال هنا شنو شنو شنو
I'm going to go to the hospital.